يقدر ينافس الميريكان، علاش ما ينافسوش؟ المغرب ما عنده مع افريقيا وشد في اسيا، حتى هي اسيا وشوية اوروبا، المغرب ينافس. علاش المغرب عنده ملاعب، عنده طيلات، عنده نقل سياحي، عنده تاكسيان، عنده ناس مزيانه، ناس تيدو باللغات بزاف، يقدر ينافس الميريكان. كنت بالنسبه للترشيح الحظوظ عند امريكا اكثر من المغرب، ولكن بالنسبه للمغرب هو قادر ينافس اذا كان عنده الاستطاعه باش غادي يعني يوجد لهاد الكوب دي موند، وغادي من الحظوظ غتكون يعني 50% بالنسبه للمغرب. اما امريكا انا ما نضنش المغرب غينافس امريكا، لحقاش امريكا عندها الامكانيات ومستعده باش غادي تحتضن هاد الكوب دي موند. طبعا حال المغرب يعني بلد الحمد لله في طور نمو، والحمد لله المسيره التنمويه اللي غادي فيها صاحب الجلاله الحمد لله كتبشر بالخير، والمغرب قادر يحتضن جميع التظاهرات سواء رياضيه او فنيه في جميع المجالات. ما يمكنش، ما يقدرش نفسه الولايات المتحده الامريكيه، لان امريكان بزاف، لان كتوفر على بزاف الشروط وعندها البنيه التحتيه، وحنا ما عندناش الامكانيات باش ننظموا كاس العالم، لان حنا خصنا حيت ما عندناش البطوله اللي غادا البطوله ديال المغرب باقا ما منظمهاش، باقا عاد نظموا كاس العالم، لان تنظيم كاس العالم كيطلب بزاف، خصك الطيلات، خصك الفنادق، خصك سميتو حتى التوعيه ديال الانسان، خصو يكون واعي، لانه غتجي عندنا ناس من كنهضر بحال رجل من جميع دول العالم بغيجيو للمغرب، حنا راك عارف حنا شنا شويه ضعاف المغاربة. المغرب تبارك الله عنده طاقات شابة واعدة وعنده ما يقول المغرب. بالنسبة لي هذه المنافسة هي في مستوى المغرب، أنه ينافس أمريكا، وإن شاء الله غادي يكونوا غالبين وديما ماروك وفيف لو ماروك. لا المغرب بعيد كل البعد على أنه يتنافس مع الولايات المتحدة الأمريكية، لا ماديا ولا لوجيستيكيا ولا من أي ناحية من النواحي. كاين فرق كبير شتانا بيننا وبينهم، لا من ناحيه العقليه، لا من ناحيه اي حاجه، لا من ناحيه الارضيه، لي زانفاستركتور بيان ايكيبي علينا، يعني اي حاجه هما فايتين نافع، حنا ما نقدروش على داك الشيء. حنا باقيين مضاربين غير مع بعضياتنا، حنا كنديروا غير شي حاجه بسيطه، كنبقاو بنادم كيبقى مضار، كاينه مال اورغانيزاسيون بينا غير حنايا، ابرا نجيبوا حنا واحد دي زيترونجي ونبداو غادي غنشوفوا فابور، اللهم بلاش. ان شاء الله المغرب، ان شاء الله قادر المغرب ينظم الكاس، ان شاء الله نطلبوا الله ان شاء الله ينجحوا. غنجح المغرب ان شاء الله.